مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. والسلام، وين ابو السلام للجميع؟ هذا بضل يحكي، وينه ادم؟ السلام هاي للجميع. هاي سلام للجميع. اليوم بدنا نعمل انبوكسنج ل ثلاث باكجات. واحد اثنين ثلاث. شوفوا يا جماعه، هذا هذا موفي على الامازون اوريجينال، لا سيريال، هذا امازون سيريال. اوكي سيريال. اوكي اني واي، هنفتح الثلاث باكجات. نبدا باي واحد؟ هذا. يلا افتحوا. شوي يلا انا بس اضبط. هون عنا اوكي بوكس اوف بوكس 12 انش ماجنتيك نايف. اوكي شو هاي؟ افتحها شوف. شايف فلود. اوكي واو. هاي يا جماعة بتحطوها في الكيتشن وبتحطوا عليها النايفز، عشان تحطوا عليها النايف والسيزر المقصات، تكون ما هيك محطوطة بالكيتشن بتورا، بتلزقوها بس هيك. طيب هاي شغلة حلوة هيك ممكن نستخدمها قريبا. طيب نفتح الثاني يلا. Good job. هنا عندنا تليفون صغير شكل، نشوف نشوف شو هذا. افتحه. شو شو فكرك شو هذا؟ كيس تشارجر. ايش هذا التليفون؟ بس هالقد معقول تليفون؟ مو ايش هذا التليفون؟ ايش هذا التليفون؟ خلينا طبعا الباكج يا جماعه، ولا اشي ولا اشي مكتوب هون من ورا اسم الشركة، بس شو هو مش عارف. موضوع ممكن باتري. صار اسوي هي. ايوه كده. تلفون. هذا تلفون عن جد يا جماعة، هذا هذا تلفون وهافي. خلينا نشغله. وهي هون السيم كارد بتحطها. هذا the smallest phone، يعني هيك the cutest. وفي له تشارجر وفي له كيس كمان حاطينه، هي بتحطه بالكيس. الكيس أكبر منه. هذا للكبار بالسن ما بنفع. هي اشتغل عنده ثلاث كاميرات وبنزل وعليه ثلاث كاميرات، وبنزل عليه اندرويد، وبنزل عليه واتساب وماسنجر. عنده سكين بروتكتر كمان سكين بروتكتر. هاي زي ما انتم شايفين، هاي شايفين شو اندرويد عادي نازل عليه. الكاميرا شوفوا كاميرا كويسة والله. ها للتليفون هيك يعني not bad. ها بشكل عام. طيب كيف نرجع؟ هاي ها اوه في ميوزك وفي فلاش. فلاش لايت كمان، ابل الفلاش لايت. اوه والله good. ميوزك في بلاي ستور شايفينها. نعملها ريفيو، لازم نعمل له ريفيو هذا. طيب بدك ساين ان باور اوف. يلا باور اوف. يلا سرجع. هذا غريب هذا. اوكي يلا افتح هذا وانا ارجع هذا. لازم فكه
هذا شغلة غريبة يعني صراحة، بس حبيت نجربها أنا وآدم نشوف شو. أحيانا هيك بدكش تحمل التلفونات هلأ تكبر، كانت إجت فترة كل الشركات تتباهى بالتلفونات الصغيرة، بعدين هلأ كل الشركات تتباهى بالتلفونات الكبيرة. صراحة الواحد مش عارف. اوكي اوكي دوكي، عندنا فيهم ثلاث شكلهم كل اشي لليو اس بي. اه هون في اوكي ترو وايرلس اير بودز. يلا نفتحها. يلا Go green with Aki. أول ما هيك بتشوف تشعر بإشي. طبعا البوكس تبعها هذا الحلو فيه إنه wireless charger، يعني بس بتحطه هيك على الشارجر بعمل لك wireless charger. شركة أوكي شركة كبيرة وضخمة. ال USB charger تبعها C، لما بنفتحها هاي هدول كبير، هم هدول سبورتس هدول عشان I think هذا هون yeah. طبعا هذا ضخم شوية حجمه، بس يعني من التاتش طبعا كله. البطارية تبعتها بتقعد 38 ساعة بدون شحن دون ما تحطها في البوكس. طبعا وبتشحن اعتقد اذا مش متذكر الها وقت طويل يعني. ف اي ثينك انه هاي اشي رائع. طبعا بيجي بالبوكس معها ايش بيجي اليو اس بي تشارج تبعها صغير زي ما انتم شايفين، وبيجي الشغلات هاي اللي بحطوها في دانهم. وإجا شغلة هاي غريبة، شوف أول مرة نشوف 24 month warranty. يا واو، يعني 24 شهر ضمانة عليها، سنتين يعني. هذا ببين لك إنها شركة كويسة. وطبعا في تيبس تبعته قدام. بشكل عام هذا هي الشحن. يلا اللي بعدها. طيب هدول اثنين عبارة عن، مش هنفتحهم هلا، عبارة عن واي فاي ادابترز. صراحة عندي يمكن شكل الواي فاي تبع الكمبيوتر الادابتر هذا اللي بيشبك على الواي فاي خربان، فجبت هدول اجرب مين الصح فيهم. هذا سعرهم نفس السعر تقريبا 28-29. هذا تي بي شركة مشهورة، سنتين وارنتي، وهذا شركة عادية بس هذا محطوط عليه دول باند. بعطيك أقوى الباند. خليني بدي أجربهم طبعا وبين لكم إياهم. عبارة عن واي فاي أدابتر للي ما عنده واي فاي بالكمبيوتر. هذا كان كل إشي اليوم، يعطيكم العافية، نراكم في حلقة جاي وسلام للجميع. باي باي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.